نعود نرجعوا الى بلاطو برنامج صباح الشروق بعد هذه الدراسه حتى نوصلوا دائما في حلقتنا وكذلك في مواضيعنا. والان اخترناكم في ملفنا الصباحي لنها اليوم حول طبيعه المهنه والضغوط العمل، يعني نشوفوا يعني ما دور ضغوط المهنه ودرجه تاثيرها اقول على نشوء حالات نفسيه، دائما بحضور الاخصائيه والمستشاره في اقول في الاسره والتربيه. معنا حكيمه مقراني، مرحبا بك. الله يسلمك، اهلا. الله يسلمك. بدايه رايحين نتعرفوا على الدور يعني اللي تلعبوا هذه الضغوط المهنيه في تاثيرها على الحالات نقولوا ونشوء حالات نفسيه. جيد، اول شيء والله شكر كبير لكم على التطرق لهذا الموضوع بالذات. لماذا؟ لانه ضغوط يعني نشكر سعاد بن صافي هي اللي اخترت هذا الموضوع لها اليوم. الله يبارك ما شاء الله، دونك مشكوره جدا. لماذا؟ لانه ضغوط العمل ما راحش تاثر على الموظف فقط، وانما راح تاثر على الموظف كاول يعني من يتعرض للضغوط النفسيه. لما يتاثر الموظف اكيد راح تاثر الاسره تاعو كذلك من جهه، ومن جهه اخرى راح تتاثر انتاجيه الشركه اللي راح يعمل فيها من جهه ثانيه، ومردوده في العمل، بالتالي تتاثر المؤسسه، يتاثر الاقتصاد الوطني ككل، ويتاثر المجتمع بصفه عامه. يعني هي سلسله تبدا من هذا الموظف هذا تنتهي الى تاثر المجتمع ككل. يعني تاثر في شخصيته، اساليبه وتفكيره. او تفكيره، وهذا الشيء راح يبان في المؤسسه اللي راه يعمل فيها من جهه، وراح يبان داخل الاسره وداخل المجتمع من جهه ثانيه. يعني هل المهنه بذاتها نقولوا من خلال طبيعتها تؤدي الى تعديل وتغير في الشخص من خلال ممارسته مثلا مهنه معينه، نقولوا مهنه الطب، وبشكل يؤدي الى تكوين نقولوا اساليب وعادات مرضيه في التفكير، الانفعال والسلوك؟ جيد جيد، ننطلق من هذه النقطه هذه. اولا وشنو هو ضغط العمل؟ وشنو هو ضغط العمل؟ ضغط العمل ولا الضغط النفسي للعمل هو ذلك الضغط الذي يتكون لدى الموظف في بيئة العمل، حيث أنه يخليه ما يقدرش يركز في العمل تاعه من جهة، المردودية تاعه تنقص من جهة ثانية، يكون فاشل في العمل تاعه، وبالإضافة إلى أنه لا يتحمل بيئة العمل تماما. يعني يولي يصبح وكأنه راه رايح للعمل تاعه، راه رايح يخدم شغل يعني ماهوش حاب يروح يخدم، خاصة إذا كان الروتين يعني في العمل. في العمل يعني هذا الشيء اللي يخليه أنه يكره باش يتوجه للمقر العمل. أكيد. يعني أنت في رأيك حكيمة أقول يعني وش هي المهن اللي تخلق هذه الحالات النفسية يعني والضغوطات العمل؟ أعطيني يعني أمثلة. نعم، بالنسبة للمهن شوفي، هي كل المهن ممكن انها تسبب لي تفاوت درجات. نعم. الضغوط. نعم. كلها ممكن انها تسبب لي ضغوط العمل في حاله واحده فقط. وشنو هي؟ هي اني نعمل في مجال ما رانيش حابه نعمل فيه. صح. هنا كل المهن راح تاثر على الفرد كلها. يعني نروح نعمل في مجال ما نحبش نعمل فيه. هنا راح يسبب لي ضغط، ولكن عندنا مجموعه من المهن ممكن تاثر اكثر من غيرها على الانسان. مثلا نلقاو مهنه يعني انا نعتبرها اعظم مهنه. لماذا؟ لانها تجيب لي كل المهن الاخرى، واللي هي مهنه المعلم مثلا. صح. هنا مهنه المعلم نعرفوا انه راح يتعامل مع شخصيات يوم كامل، وكذلك وسلوكيات مختلفة، يعني الشخص لآخر الأطفال ولا التلاميذ اللي راح يتعامل معهم من مختلف الأعمار، ابتداء من 6 سنوات إلى حوالي 16 سنة. دونك هنايا طبيعة التعامل تاع هذا الأستاذ هذا مع المهنة تاعو، إذا كان يتعامل معها على أساس أنها مهنة هكذا، هنا راح يتعب، اكيد راح يتعب. يعني تطلب منه صبر كبير، تطلب، ولكن تحمل. اذا كان يتعامل مع مهنه التعليم على اساس انها رساله، وهي في الحقيقه هي رساله، هي رساله ما راهيش مهنه. دونك هنا اذا كان يتعامل معها على اساس انها مهنه، هنا راح يتعرض لضغط نفسي كبير. يعني
ونحكوا كذلك على العوامل نقولوا البيئيه والاجتماعيه اللي تخلي هذا الشخص او هذا العامل في حاله نقولوا حاله نفسيه صعيبه جاي. يعني وين تخلق له ضغوط في العمل نتاعو. هنا بالنسبه للاسباب اللي تخلق لي ضغوط العمل عندي اسباب متعلقه بالموظف بحد ذاته وعندي اسباب متعلقه بالبيئه اللي راه عايش فيها هذا اللي راه يعمل فيها عفوا هذا الموظف ولا بالمؤسسه بصفه عامه. بالنسبه للاسباب اللي تتعلق بالموظف فاغلب الاحيان متى ينشا ضغط العمل لما يكون هناك فجوه ما بين متطلبات العمل وما بين القدرات الشخصيه للانسان. صح. يعني متطلبات العمل تكون اكثر من القدره تاعو. هنايا راح تخلق فجوة كبيرة بحيث أنه هذا الإنسان راح يعمل أكثر في من طاقته. ممكن اليوم الأول، الأسبوع الأول، الشهر الأول، حتى نقولوا الساعات العمل اللي يزيدها ربما هذا كذلك راح تأثر على النفسية تاعو. نعم على النفسية تاعو أكيد. دونك هنايا هذا أول سبب. السبب الثاني هو التسويف. بمعنى أنه الإنسان يعني يخلي الأعمال تاعو تتراكم. أوكي. هكذا مثلا انا عندي عمل محدد لازم انجزه في هذا اليوم، يقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. اكيد. دونك هذا التسويف هذا اللي انه يخلي الاعمال تتراكم عليا هذا من احد اهم الاسباب اللي تؤدي لي الى الضغط. يعني اليوم الثاني عندي بعض الاعمال تاع اليوم الاول مازال ما درتهاش، ومن بعد اليوم الثالث عندي تاع اليوم الاول واليوم الثاني. دونك هذا يخليني ما رانيش قادر على انجاز الاعمال تاعي اول على احسن وجه. على احسن وجه. اكيد. صح. اكيد. صح. اكيد. عندي كذلك عدم الفصل ما بين الحياه الشخصيه وما بين الحياه العمليه. كاين مثلا يدو ضغوطات الحياه الشخصيه الى العمل الى العمل والعكس. على في مردوديه والعكس كذلك. صح. انه يدي ضغوطات العمل تاعهم للمنزل تاعو يخلق مشاكل في البيئه تاعو. اكيد. وكاين اشخاص يعني حتى يدي العمل معاه للمنزل. صح. يعني اكثر من انه يدي يعني ضغوطات العمل يدي كذلك العمل معاه للمنزل، وهنا راح يتاثر هو بالدرجه الاولى. لماذا؟ ممكن والعائله نتاعو. العائله تاعو اكيد اكيد. ولكن هو راح يتاثر لماذا؟ الانسان يعني كاين دراسه يعني دارها دكتور والله لا يحضرني الاسم تاعو، يقول لك انه الانسان اذا عمل اكثر من 5 ايام في الاسبوع واكثر من 8 ساعات في اليوم الخلايا العصبيه تاعو راح تتاكل. نعم. يعني نعم. هذا هي دراسه علميه يعني دارت، قال لك الانسان لما يعمل اكثر من 5 ساعات في اليوم واكثر من 5 ايام في الاسبوع الخلايا العصبيه تاعو راح تتاكل. اكيد. نعم. يعني وكذلك يعني هذا نقولوا هذا النوع تاع العمل اللي يخلق له ضغوط نفسيه ربما كذلك راح تاثر على الشخصيه نتاعو واسلوبه في التعامل كذلك مع أكيد. الاخرين. اكيد. اكيد اكيد. هنا نشوفوا انه الانسان يعني اللي متعرض لضغوط العمل بمجرد ما يخرج من العمل تاعو ولا كان يدي هذه الضغوط معاه اي واحد راح يلقاه في الطريق راح يحاول انه ينفس، راح يحاول انه يخرج هذيك الضغوط الى الخارج. اول واحد راح يلقاه في الطريق بمجرد ما يدخل للمنزل اكيد هو يا اما الزوجه يا اما الام ولا الاخوه ولا الاولاد، ولا راح يحاول انه لو كان يعني عنده بعض المهارات اللي يقدر يخرج بها معليش، الاشكال لما يكون ما عندوش مهارات صحيحه اللي يخرج بها. دونك هنايا تكلمنا على الاسباب المتعلقه بالموضوع الموظف بحد ذاته، كاين اسباب اخرى اللي متعلقه بالشركه ولا بالمؤسسه ولا بالمنظمه زملاء المهنه كذلك بالبيئه. نعم. بالبيئه اللي راه يعمل فيها. نلقاو بعض المؤسسات ما يوزعوش العمل بشكل متساوي ما بين الموظفين. هنا واش راح يصرى؟ مثلا واحد يخدم بزاف وواحد يخدم يعني اقل منه مالغي راهم في نفس يعني نفس المهنه في نفس الرتبه في نفس المستوى في نفس الاجر يعني لو سالير. هنا واش نلقاو؟ نلقاو انه واحد راح يحس بالضغط يقول لك انا نخدمك نهار كامل وانا نخدم. صح. نخدم اكثر منه. والاخر واش راح يحس؟ راح يحس بالضغط
الدنيه، راح يحس بالفشل، راح يحس بالتهميش، راح يقول لك علاش يعني دائما كي كاين خدمه يديوها ناس واحد اخرين، دونك انا ما رانيش كوف. يخلق مشاكل يخلق مشاكل يخلط مشاكل ما بين يخلق مشاكل ما بين الزملاء من جهه، ويخلق كذلك مشاكل ما بين الانسان. يعني الانسان لما يشعر بالدنيه راح يكون غير منجز، راح يكون ما عندوش ثقه في نفسه، راح يكون ما عندوش تقدير لذاته. والطرف الاخر كذلك اللي يعمل اكثر منه راح يحس يعني بضغط انه الخدمه كامل طايحه عليا. يعني نلقاوها حتى يعني نلقاوها بين الامور اللي رانا عايشينها. الاخير حكيمه نصائح يعني باختصار. نعم نعم، هنا بالنسبه راح نعطيو مجموعه من النصائح. اولا عندنا حل جذري نخليه في الاخير. نعطي مجموعه من الحلول ولا من النصائح. اولا استمتع بالويكند، مهم جدا استمتع بالويكند باي طريقه، عطلة نهايه الاسبوع. نعم استمتع بالويكند. اثنين النوم الكافي، مهم جدا مهم جدا النوم الكافي. لانه عندنا بعض من بين يعني الاضطرابات النفسيه اللي تسببها ضغط العمل هي اضطراب النوم، انه الانسان ما يوليش يرقد. رتب وقتك، رتب وقتك، رتب اولويات، مهم جدا مهم جدا انه يكون عندي برنامج لعمل مختلف الوظائف اللي راني مطالب اني نعملها. اوكي رتب اولوياتك كذلك، المهم الاهم فالمهم. ركز على الجانب الايجابي في العمل. هذه الوظيفه اللي راهي مسببه للموظف ضغط نفسي هي حلم الكثير والكثير من الشباب، ولهذا نحاول اني نركز نعم نركز قدر الامكان على الجانب الايجابي للعمل. يعطيك الصحه حكيمه مقراني على كل النصائح اللي قدمتمونا فيما يخص ملفنا الصباحي لنهار اليوم. نتمنى لك بدايه يوم موفق لك. شكرا.